من الجانب الإسرائيلي بعد أن اقتادت إسرائيل سفينتهم اليوم إلى داخل إسرائيل وأعادتهم الآن عبر حاجز بيت حانون إيرز. الآن نستطيع أن نرى وصولهم وهم معظمهم جرحى وحالات إنسانية. الآن دخلوا إلى القطاع، مستثنى منهم ثلاثة أشخاص، قبطان السفينة ومساعده وأحد الجرحى لم يستطيعوا الوصول. الآن سنبدأ بالحديث مع السيد أدهم أبو سلمية سريعا. السيد أدهم أبو سلمية، من عاد ومن بقي؟ يعني من عاد 14 من بين 17 مشارك على متن هذه السفينة. الاحتلال الإسرائيلي احتجز قبطان السفينة ومساعد القبطان بالإضافة إلى أحد المقعدين في على متن هذه السفينة. نحن سنتابع مع اللجنة الدولية. تفضل. اللهم لو تكرمت الآن إن كان بإمكاننا الحديث مع أحدهم. يعطيك العافية، خبرنا شو صار. إيش أقول لك؟ أخذونا اليهود، اعتقلونا وأخذونا على المينا هناك عندهم بزدود حققوا معنا، بس كلام فاضي يعني، ما فيش حاجة. واخذونا وخمونا واخذونا على اسدود، وتم التعامل معنا من خلال المخابرات الإسرائيلية ومن خلال الجيش الإسرائيلي، لكن ما تمش إساءة معاملتنا لسبب واحد، لأنه احنا تعاملنا بشكل سلمي وبشكل حضاري ورفعنا الراية البيضاء، ولكن كانت بجانب الراية البيضاء راية علم فلسطين، انه على هذه الارض ما يستحق الحياة، وهذا الشعب شعب لازم يعيش حياة كريمة، شعب لازم يعيش حياة محترمة. طبعا بالنسبة للإخوة الأشخاص اللي ضلوا، ضل ثلاث أشخاص، قبطان المركب ونائب القبطان، وضل الأخ رائد، الأخ رائد مقعد حسب ما قيل إنه بدهم يعالجوه في المستشفى. تم معالجتنا يعني فحص طبي؟ ما تم، لا تم علاجنا صحيح. تم فحصنا طبيا طبعا وتفاهم معنا، لكن الحمد لله ما فيش شيء. تم فحصنا طبيا وتم التحقيق معنا، كل واحد على انفراد، وتم يعني ما ايش بدي احكي لكم، هذه معامله الاحتلال مع كل ابناء شعبنا اللي بيحاول يطلع برا ولا بحرا ولا حتى في من اي مكان. لكن احنا وصلنا رساله انه شعب غزه راح يستأنف الفعاليات وراح نرجع لهم. يعني انا وشادي والزملاء والاخوه قلنا للمخابرات الاسرائيليه راح نرجع مره ثانيه وثالثه ورابعه، وكان ردهم بين قوسين انه يعني ما تحاولوش، لانه احنا مش راح نسمح لكم بالطريقه هذه انكم تعدوا الحدود المعنيه. لكن باذن الله عز وجل. وقالوا انه في اخبار بتقول انه الاسبوع الجاي في كمان سفينه طالعه، لكن احنا مش حنسمح لها، علما انه احنا قلنا لهم انا والشباب قلنا انه احنا راح نطلع في هذا المركب، وقلنا لضابط المخابرات في معبر إيرز طبعا بعد ما تم تسليمنا انه احنا راح نيجي على بوابه معبر إيرز ونعدي من بوابه المعبر، وقال انه مش حنسمح لكم كمان تعدوا من بوابه المعبر، روحوا على غزه او روحوا على الثاني مصر وشوفوا حالكم في غزة أو مع مصر، غير هيك ما فيش عندنا حلول، وأي حدا بفكر نوصل للجدار الإسرائيلي راح نطلق عليه النار. احنا يعني طبعا واحنا بنهنئ الاخوه بسلامتهم، نؤكد ان ما حدث مع السفينه هي غطرسه اسرائيليه، ارهاب دوله منظم مارسته اسرائيل عن جهيه واضحه بحق هؤلاء الذين خرجوا الان، ونحن يعني نحمد الله على سلامتهم. لكن هناك ثلاثه من المشاركين على متن هذه السفينه ما زالوا محتجزين لدى الجانب الاسرائيلي، سنتابع مع الجهات المعنيه ومع اللجنه الدوليه حاله الجريح المحتل رائد دياب، وهو احد المقعدين وهو مصاب، كان ذاهب للعلاج، حالته صعبة، ونحن لا نؤمن جانب الاحتلال الإسرائيلي عندما يتحدث أنه سيأخذه للعلاج. سنتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية إطلاق سراحه بأسرع وقت ممكن وضمان سلامته وسلامة كل المشاركين. هذه الخطوة لن تكون آخر خطوة، سنبقى نواصل حراكنا السلمي والشعبي حتى يرفع هذا الحصار وحتى تنتهي المعاناة، ويجب أن يعرف هذا الاحتلال أنه يمارس عقوبات جماعية مخالفة لكل قواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بكل تأكيد الحراك البري والبحري سيتواصل حتى تنتهي المعاناة عن شعبنا الفلسطيني. هذا عهدنا ووعدنا، ونحمد الله على سلامة المشاركين على متن هذه السفينة. شكرا جزيلا لك أدهم أبو سلمية، المتحدث باسم الهيئة كسر الحصار. وأيضا تحدث معنا إيهاب أبو عرمانة، وهو أحد الذين كانوا على متن السفينة اليوم التي تم اقتيادها إلى الجانب الإسرائيلي، وثم تم إعادة المشاركين فيها اليوم. والآن كما نرى وإياكم، معظم وعدد كبير من هؤلاء المشاركين دخلوا إلى القطاع عبر الإسعافات، نظرا لأنهم تقريبا جميعهم من الإصابات ومن الحالات الإنسانية. أحد الذين استبقتهم إسرائيل لديها هو مصاب وبحالة حرجة، رائد دياب. وتقول هيئة كسر الحصار بأنهم سيتابعون الآن مع الصليب الأحمر حيث ريثما يتم إعادة هذا المشارك في هذه السفينة، والذين خرجوا لتلقي العلاج بعدما ضاقت بهم السبل هنا في قطاع غزة الذي فيه الآن 13,000 جريح من مسيرات العودة، حيث أطلقت إسرائيل وكانت تطلق النار على المشاركين بشكل كبير ما أدى لوقوع هذا العدد الكبير من الإصابات. قالت هيئة كسر الحصار أيضا بأنهم لن يتوقفوا عن إرسال السفن عبر شاطئ قطاع غزة، وستكون هناك سفينة أخرى ربما الأسبوع المقبل. والشبان المشاركين أيضا قالوا بأنهم سيعيدوا الكرة مرة أخرى، ولن يثنيهم ما قامت به إسرائيل عن العودة مرة أخرى عبر سفن كسر الحصار.